شوف الرواية الجميلة، عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره. أكو بعض الناس هو يتحول وزارة إعلام النفس، أنا سويت وأنا عملت وأنا، خليه على الله. أصلا لا تطلب أن الناس يعرفون عنك، ليش يعجبك الناس يعرفون عنك ما دام عملت لله؟ الله خوشافة. قال واحد كان يصلي صلاة الليل، كل ما يجي قاعد الصبح شافوا جماعة قال والله صلاة الليل حلوة، ها أنا أقعد بالليل بعد منتصف الليل مع أنه تعبان يعجبني النوم، بس القرآن يقول تتجافى جنوبهم، يعني بالقوة يشيل نفسه، أشيل نفسي أصلا. قال بابا اللي تقول صلاتك لله، أصروا عليه كذا. في اليوم أجا قعد كل ما يريد يقول شاب ما يقدر، قال الفد واحد واقف هناك جيب لي قلاص مي، شرب قلاص واحد قلاص ثاني قلاص ثالث، مو عطشان بس ما عاد تملاها بالمي. بعدين التفت للحاضرين قال والله صلاة الليل تجر مي، تعطش، خلي عملك لله.